اكيد حامد، ويمكن يكون مع ناجح وصابر اللي مات. بتقول ايه؟ ما تقلع الهبابه دي، هو انت بتخاف مننا؟ اسف سيد الجنرال، اقصد حامد ويمكن يكون مع ناجي. شيخ البلد اكيد هيعترف عليه. مش ممكن شيخ البلد يعترف عليه، حمد زي ابنه. انزلوا وضع عليه. مش موجود في البلد من ساعه اللي حصل. ويبقى ده بياكد ان هو قتل عسكرنا. روح دور عليه واعرف لي مكانه. كلفوا كل المخبرين بتوعنا من اهل البلد يعرفوا مكانه وبسرعه. تمام يا سياده الجنرال. مش هتسلم نفسك يا حامد. لو حد هيسلم نفسه يبقى اني. اني اللي قتلت يا ناجي واني اللي هسلم نفسي. طب ما انا كمان قتلت معاك وكلهم عارفين. خلاص. نسلم بقى نفسنا كلنا ونسيبها لهم. لا نسيبهم يقتلوا شيخ البلد. يا حامد ناجي اظن انك لو سلمت نفسك هيبقى عملنا اللي هم عاوزينه. هيصطادونا واحد ورا التاني ومحدش هيفضل عشان يقف لهم. ولو فضل حد هيلاقي نفسه لوحده وهيخاف من اللي حصل للي قبله. يعني ما طلبتش شورة حد عشان اسمع الكلمتين الخايبين دول. مش كلمتين خايبين يا حامد. لا خايبين يا ناجي. وما يبقى اخوك لسه دمه ما بردش وانت خايف اللي هتقوله يبقى عليه العوض في الرجاله. انت بأدبك يا حامد. لحسن وعزة وجلالة الله. ما عمل حساب لحد ولا هيهمني حد. اهدوا يا رجاله. مش وقت خناق. ده وقت اتفاق. شهادة لله ناجي أول مرة يقول عين العقل. عين العقل في إيه يا مختار؟ إنه يسلم نفسه معاه؟ لا طبعًا، عين العقل إن محدش فيكوا يسلم نفسه. أنت لو سلمت نفسك أكيد هيقتلوك، إنما لو ما سلمتش نفسك احتمال الشيخ ما يموتش. واحتمال يموت. أسيبه يموت وأخاف أني؟ أنا مش خايف يا حامد. أنا من يوم ما صابر أخويا مات ما بقاش فارق معايا عيش ولا موت. لما شفته قدامي سايح في دمه، حلفت مهموم كده وخلاص، عشان أموت هاخد لي معايا 3 4 منهم، 10 لو قدرت. ساعتها هبقى أموت مرتاح. وشفت غليلي. انت بقى اللي عايز تعمل بطل وشهم قدام حبيبي القلب. كرهي يا ناجي ما تلاقي كلامك امال. حال البطل مش محتاج يثبت حاجه لحد. دي دي سيبه يا مختار، سيبه. انت اللي بطل يا ناجي. روح بقى كمل بطولتك وكمل حربك وياهم، واني هروح اسلم نفسي، لان فيه راجل ما عملش اي حاجه وهيتعدم بدالي واني متداري هنا زي النسوان. لما انت عارف ان اللي بيتدرب يبقى زي النسوان، لا عايز تبقى انت راجل يا حامد وابقى انا زي النسوان. لان دم صابر مسؤول مني انا مش منك انت، لان انت وصابر بالنسبه لي مش ولاد عم، احنا اخوات وانا اكبر منك، ولاني مش زي صابر عندك يا ناجي. انت عارف انت عندي ايه. خلاص لو هتسلم نفسك هروح معاك واموت معاك، وساعتها هتبقى احلى موته بالنسبه لي. مستعجل على الموت ليه يا والد؟ انت لسه صغير. وبعدين لو اني رحت مين اللي هيكمل؟ ما انت ومختار ومرقص وسالم وبيت الرجال، وده عهد بينا يا رجال، لو حد فينا وقع الباقي يكمل. عهد.